أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. حضرات المشاهدين الكرام، سعيد بملاقاتكم مجددا في هذا البرنامج، برنامج قصة آية. نتوقف اليوم عند آية عظيمة من سورة القصص، هي قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم. دي ما قلوها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية ورد في قصة نزولها كلام جميل في كتب التفسير، علمنا كثير من الأداب التي ينبغي أن نتأدب بها مع الله سبحانه وتعالى. لما حضرت أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يحب عمه هذا حبا عظيما، حبا كبيرا، خاصة وأن عمه أبا طالب آزره وحماه يعني من أذى قريش، وقد كان رجلا له موقف في قبيلته وفي عشيرته، فكانوا يحترمونه ويحترمون آراءه، وكان رجلا معروفا في ذلك المجتمع برصانة وبرجاحة عقل، وكان يقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضرته الوفاة ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا معايا الحوار الذي دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد عنده ساعة القاب حذاه زوز من كبار قريش، وجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، يا عم. شوفوا الخطاب هنا، يعني فيه نوع من المودة ونوع من الخطاب عائلي. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. قال له: قول كلمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، قول هذه الكلمة حتى أستطيع أن أحاج بها، أي بهذه الكلمة، عند الله سبحانه وتعالى، أنه هو الشفيع. تعرفوا اللي سيدنا صلى الله عليه وسلم هو شفيعنا، هو شفيع عند الله. اللهم يا ربي آتي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة هي الشفاعة العظمى. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قالوا له: أنت يعني ستترك دين أبائك وأجدادك والعشيرة متاعك دين عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعاودانه. لكن الناس اللي بحذاه هذوك يعني رفاق السوء كما نسميهم، وبتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به. إيش قال عم سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى، رفض أن يكون مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قولا لعله قالها في يعني سياق محبته لعمه، وقالها من بعد إنساني أكثر من بعد نبوي. قال له: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال له: أنا باش نستغفر ربي إلا إذا نهاني ربي عن ذلك، نهاني عن هذا الاستغفار. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله عز وجل:
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم. نهاه ربي، نهاه سيدنا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب. تعذد هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت آية أخرى من سورة البقرة، هي قول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هنا باش نفهم دور النبي. الكلمات التي نستمع إليها أحيانا من بعض الناس الذين لا علاقة لهم بالدراسات الإسلامية، وأحيانا يسقطون بعض الأفكار هكذا إسقاطا على الثقافة الإسلامية وثقافة الإسلام، يقول لك الإسلام فرض بالقوة وبحد السيف. ربي قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم، موش دورك، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا باب. ثم قال له في آية أخرى: وذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ماهوش دورك أنت، قل لهم الكلمة الطيبة، ادعيهم إلى الإيمان، ادعيهم إلى الإسلام، وينتهي دورك في هذه الدعوة. فلست مسيطرا على العقول أو على الأفهام، ولا يمكن أن تجبر الناس حتى يكون. أفأنت، في آية أخرى يقول له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني هذا غير مطروح في العقيدة الإسلامية أن نفرض الإسلام فرضا على الناس، أبدا. ربي قالوا فذكر، ربي قالوا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني بيّن الله تعالى في الكثير من الآيات القرآنية وخاصة في هذا المجال العقدي الهام أن الإسلام لا يفرض، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين. ما جاش ربي مش يكره الناس، وما جاش سيدنا صلى الله عليه وسلم مش يكره الناس، جاي مش يوجههم وليصبحوا من المعذورين أنه وصلتهم الدعوة، وصلتهم الرسالة، بين لهم ربي أركان العقيدة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني فماش إنسان اليوم يقول ما وصلتنيش هذه الحقيقة أن الله واحد، وأننا مطالبون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فماش، كل إنسان وصلته الدعوة، ولكن هو حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولعل من أبرز ما يمكن أن يكون شاهدا لنا في هذه الآية الكريمة قصة إسلام أحد أكبر الصحابة، وهو سيدنا عمر ابن الخطاب. هذا الرجل الذي كان قبل إسلامه شديدا، كان قوي وشديد وعنيفا، كان عنيفا مع المسلمين خاصة، وكان غليظ الطباع، رغم أنه كان يقوم عنده دور مكلف به من طرف قريش، وهو أنه كان سفير، وسفراء عادة عندهم نوع من الدبلوماسية ويدرسون كيف يعني يكون الأمر في حديثهم مع الأقوام الآخرين مع الدول الأخرى، فما لباقة معينة. ولكنه كان سيدنا عمر قبل أن يسلم كان غليظ الطباع. في يوم من الأيام اتخذ قراره، وهو الرجل القوي، اتخذ قراره بأن يصبح شيخه، معناتها موقف خطير جدا، وهو أنه قال: أنا النبي هذا اللي يقلق فيكم سأقتله. قرر أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يخلص نفسه ويخلص مكة كلها ممن كان يعتبره سبب المشكل في مجتمعه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من بيته وكان لا يخاف أحدا، كان شديدا، خرج من بيته متوشحا لسيفه وقاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وفي الطريق لقيه نعيم ابن عبد الله، وكان من المسلمين الذين يخفون إسلامهم، كان ماهوش مظهر اللي هو مسلم. أوقفه وقد رأى ملامح الشر في وجهه وقال: أين تريد يا عمر؟ شنو هالسيف اللي هازه وانت هكا في قمة الغضب؟ وين ماشي؟ ولأنه رجل صريح لا يكذب قال له: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسفه آلهتها، أريد أن أقتله. إزاء ما وجد هذا الصحابي نعيم ابن عمر من إصرار وما أحس به من خطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك وقت لأنه يبعث للرسول من ينبهه، لم يتمالك نفسه وكشف له سرا خطيرا، وهو يقصد بذلك أن يلهيه أن يؤخر العملية هذه اللي قادم عليها عمر بن الخطاب، فأعلمه. قال له: أنت ماشي تلوج على محمد، يا أختك أنت يعني أسلمت، وزوج أختك فاطمة بنت الخطاب يعني كذلك هما مسلمين، زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما. فقال له: لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ زاد نبه، قالوا: يا أخي قبيلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بنو عبد مناف بنو عبد المطلب، بيش يخليوك يعني يسكتوا عليك وانت تقتلهم ولدهم؟ ثم قال: أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ جن جنون عمر ونسي ما كان يفكر فيه وأسرع إلى بيته وإلى بيت أخته. وصل عمر إلى بيت أخته وقبل دخوله سمع همهمة، يسمع في صوت هكا يعني بعيد وغريب وأصواتا غريبة، وقد كان الصحابي خباب ابن الأرت رضي الله عنه معهما في الداخل يعلمهما القرآن، يحفظ فيهم في القرآن. وأخذ عمر يطرق الباب بعنف وأسرع خباب بالاختباء، ودخل عمر وهو في شدة الغضب وفي شدة القدرة على يعني أنه يعنف من أمامه، يسأل عن الهمهمة التي كان يستمع إليها، فرد عليه: ما سمعت شيئا؟ قال لهم: مريني كنت أسمع فيكم تراش تقولوا. فقالوا: لا ما سمعت حتى شيء. قال عمر: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وأخذ يضرب زوج أخته سعيد بن زيد ويضرب أخته حتى اعترف له بإسلامهما، بل وقالت له فاطمة أخته: وقد كان ذلك على رغم أنفك يا عمر. كانت امرأة قوية، وهنا دائما أشير إلى دور المرأة في المراحل الأولى لانتشار الإسلام، كان دورا عجيبا وكان دورا فيه كثير من القوة ومن الثبات. قتلوا رغم أنفك رانا مسلمين. قال عمر: فاستحييت حين رأيت الدماء، ثم قلت: أروني هذا الكتاب. فقالت له أخته: إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا طاهر. فقام واغتسل، وهنا يشاء الله تعالى الهداية لسيدنا عمر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وشاء الله له الخير له وللمسلمين. فقرأ الصحيفة وفيها الآيات الأولى من سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فوجد نفسه خاشعة متصدعة من خشية الله، وقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله. وخرج عمر، خرج مجددا، خرج الأولى متوشح السيف يبحث عن رسول الله ليقتله، ولكن خرج الثانية بعد أن استمع إلى كلام هو كلام الله عز وجل، اهتدى قلبه وخرج
وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه قائلا بصوت منخفض: جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله عز وجل، وأعلن إسلامه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان يقول القائل: هذا الشخص، هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كنت تنجم تحدث بحديث الدنيا، ولكن ما ولكن بمجرد استماعه للقرآن واهتداء قلبه بالإيمان تحول إلى عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك دائما ما نأيسوش من الناس اللي راهم على ضلال، وما تبديش أنك أنت تنظر إلى الناس، أنت متدين وتقوم بواجباتك الدينية، تنظر إلى بقية الناس اللي هم منحرفين أحيانا عن الحق وعن جادة، تلقاه يشرب الخمر، تلقاه يكذب، تلقاه يفعل، ما تنظرش على أنك تمتلك أنت مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، تبدأ تبعث في يعني في الأوصاف، وهذا فاسق وهذا كافر وهذا ملحد وهذا، لا لا لا، قل ربي يهديه، ادعي له بالهداية. فإنك ما تعرفش لحظة من لحظات الله ومنا من منن الله عز وجل، أك الشخص اللي أنت كنت تقول عليه شريب وخمر وسكير وكذا، تلقاه هو يولي يسبقك إلى المسجد، هو يسبقك إلى العمل الصالح، ولي خير منك عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ربي هو عز وجل الذي المطلع على ما في القلوب. قديش من إنسان نهربوه في رمضان، انت من صليت رمضان، انت اللي يجي ويصليه في الجامعة في رمضان، نهربوا عليه. يا اخي انت تمتلك يعني مفاتيح الرحمة الالهية، شكون قال لك السيد هذاك ما يوليش افضل منك يعني عند الله سبحانه وتعالى بثباته على توبته واقباله على الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفرح بالناس اللي يهتديوا الى الصراط المستقيم، وما نتصوروش في يوم من الايام انه فما واحد الان في بلاد العالم الإسلامي كلها يمتلك الحقيقة المطلقة، الحقيقة عند الله، وإحنا الكلنا نسعى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ما نحكموش على غيرنا، ما نبدأوش نبعثوا في الأوصاف هكذا يعني على الآخرين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وكن لنا يا ربي ولا تكن علينا، كن معنا يا الله. اللهم إننا عبادك، بنو عبادك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربي يا مولانا يا الله بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنتك، جنة النعيم. اللهم أنت لنا فكن لنا ولا تكن علينا، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، يا عزيز يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.